انا طيب راح كسره ما كسره هاي كسره كسره طابونه كسره طابونه حماسي حماس خبز حماس هاي هاي يا عيشك لبس عليك شنو الجو هذا الجو هذا نقدر نروح كسره زي نقدر بيت مروحه الخير الحمد لله الحمد لله الحمد لله في بالك يا حجر كي نمشيو للقفه نمشيو ندخلوا على عائلات ما عندهمش باش يخدموا على الخدمه هذه يفركسوا تتمنى باش تلقى الفرينه والسميد يا حاجه ايه ولا تعرف ثاني الفرينه ياخذ فيها ولا كيلو على 2000 تاع الجزائر ولا حتى فصلنا تخلصنا برك الواحد خلينا منا على ال من عندنا من الفرينات نجي نمكلوا بلا اه اه كنا بالفين الكيلو برشا السندية زادة ولا بيضحة تهيب 2000 قداش تبيعها تو الكسرة ولا 700 ما 700 700 رخيصة ايه والله من دون 700 يا اخي واحد الواحد يقول لكم انها غالية يتعدى ويخليها ليه كان انت تشري باكو فارينة ب 2000 وتبيع عليها الكعبة ب 700 ايه والله 700 ما رخيصة حبوا الزوالي ياكل ما يسالش حبوا الزوالي مش مشتغلين ال 100 فرنك ال 100 فرنك ماهيش تغنينا الزوالي ياكل ما يسالش اسمع احنا زوالو نوكلوا الزوالي أنا ساعات كي يجوا ياخذوا مني الخبز وما عندهاش مين يقول ما يساش السماء. ولا ساعات تعطوها بلاش اختي والله نعطوها بلاش ما نحومش نحومش عليها اصلا واللي هي المية هكا هي المربوحة أميرة. لا ما عندكش أنا لا نسلم فيها. ليبيا جايينك من ليبيا. مرحبا بكم. جايينك من ليبيا يا نعيمة. مرحبا. قسمنا جرية. مرحبا بكم. قولوها يا نعيمة. مرحبا. مين تعرفها نعيمة؟ نسمعوا بها في الانترنت وكذا ايوه على نعيمة ايوه عندي شعبيه ما شاء الله بارك الله شعبيتك بقلبك البيت الحمد لله شعبيتك بخدمتك شعبيتك بجهيدك شعبيتك انت اللي تجري على رزقك ربي يبارك لك يعيشك. ربي يعينكم يعيشك. ربي يفضلك الله يبارك لكم ويخليكم مريقل تشوي شو اسمك خدمون جاية تشوي خدمون جاية ريتش نعاني يا ميلي لطفاليك يا خدمون جاية مسخن هالدنيا تشوي والله نار خارجة تشوي من هنا لطفاليك يا خدمون جاية لطفاليك ربي يعينك وربي يرزقك إن شاء الله